هاي ايفريوان، اليوم باش نعملوا ريفيو على قطعة مايكروسوفت مزيانة وتصلح في مجالات مختلفة، وهي مايكروسوفت سكالت كومفورت ماوس. الانبوكسينج تعبني المرة هذه وخذ مني برشا وقت، اما ما يسالش باش نعديه الكل. كمان الانبوكسينج، وهنا نلقاو سوري فيها كاستمايزابل ويندوز تاتش تاب، رانا نفهموا خاصيتهم بعض وبلاصات رتح فيها الابهام لكل وقت استعمال الفاره هذه. كيما اي فاره نلقاو الزر اليسار واليمين وعجله التمرير اللي تتحرك في اربع اتجاهات، الفوق والاسفل وزاد اليمين واليسار، بخلاف انها هي بيدها زر اخر. التاتش تاب هو الزر يعمل باللمس او تكتيل، كيف كيف يمشي فوق والاسفل ويمكن توظيفه حسب الرغبه. وكما يقول اسمها، تظهر الفأرة هذه كأني منحوتة وتصميمها مصقول وملمسها مريح، وزادها تعمل أقل حس من الفأرة العادية كما في المقارنة لهنا بينها وبين فأرة أخرى مايكروسوفت. سيد ما قلت لكم زاد اللي هي دفابري. هذه كانت مراجعة التصميم والخاصيات الخارجية. نخدم توا الفأرة ونمشي للحاسوب. نتعديو توا للانستلاسيون ومن بعدها للإعدادات اللي تتطلب أن نهبطوا البرنامج الخاص من موقع مايكروسوفت. توا نخلي لكم الرابط في التعليق. البرنامج اسمه مايكروسوفت ماوس اند كيبورد سنتر، وبعد ما نكملوا تركيبه نمشيو نربطوا الفاره بالحاسوب كما اي جهاز بلوتوث، ولهنا وين نلقاو خاصيه ايجابيه جدا، وهي انه الفاره هذه ما لازمهاش منفذ يو اس بي او يو اس بي بورت، بما انها تتربط اليا باي حاسوب، وهكا نربحوا اليو اس بي لحاجه اخرى. كما تروا كل زر عنده عدد خاص به وإلا وظيفة بالوظائف المحددة مسبقا في نظام مايكروسوفت ويندوز اللي تنجم تبدلهم كما تحب. نوصلوا حتى للفايبريشن اللي نجمو نقسم صوتها وحتى نحطوها أوف. فيما يخص الفأرة متاعي باش نبدل الوظائف اللي بوتون سوايب أب وسوايب داون. بالنسبة للسوايب اب، هنا نجم نشوفوا شنو هي الوظائف المتاحة، اللي هو معظمهم باش تلقاهم دي راكورسي ويندوز وإلا دي فونكسيوناليتي ووظائف خاصة بويندوز 10. مثلا هو فما وظيفة اسمها الأوبن أكشن سنتر. وبالنسبة لل هذه هي الأكشن سنتر، وبالنسبة للسوايب داون باش نختار تاسك فيو. هنا باش نعمل سيمولاسيون، حركوا السوري وفي نفس الوقت تروا الوظيفة في الإكرام. نحل فايرفوكس، اختاروا أي سيت تويتر مثلا. هنا عندنا برشا نوافذ مفتوحة، نحلوا الأكشن سنتر. هنا نلقاو لي نوتيفيكاسيون ولي لاكورسي نتاع لي كونيكتيفيتي اللي موجودين في ويندوز. بالنسبة لسوايب داون حللنا التاسك فيو. التاسك فيو هي مجموعة النوافذ المفتوحة، مع تنجم تلقى حتى آخر ملفات حليتهم، وتنجم حتى تلقى الكالوندريي وبرشا خاصيات موجودة في التاسك فيو. هنا نقعد نباسكولي ما بين لي فنتر. لقيت حتى مشكلة في استعمال الفأرة هذه، ونجم تكون الخاصية هذه تعجب عباد كما تنجم تعجبش. الفأرة هذه راهي رزينة، خاطر فيها زوز بيلات دوراسيل، وتلقاها حتى البوان تاعها ثقيل شوية. أنا مثلا واحد من الناس تعاوني تساعدني، ما تقلقنيش حتى طرف. هنا على ويندوز 8.1 لي فونكسيوناليتي او الوظائف ماهيش هي بيدها. مثلا هنا في الويندوز
تان فما الاوبن تشارمز، والاوبن تشارمز ما تنجم تخدم كان كي تبدا فما واحده من النوافذ الخاصه بويندوز كيما هذه مثلا لي بارامتر دو بي سي والا وظائف الاعدادات الحاسوب، ما تنجم تخدم لك كان كي تبدا محلوله ما كي تنزل عليها وما فما حتى شيء ما تخدمش. هنا اللي تنزل على البوتون باش يخرج لك بوتون ويندوز باش يخرج لك لو منيو ديماري مثلا او الستارت منيو، خاصية أخرى به هي سرعة استجابة عجلة التمرير والحساسية الموجودة في التاتش تاب اللي ما تخليك تبذل حتى مجهود باش تخدم الوظائف سوايب أب وسوايب داون، وهذا كلواش هي اسمها كومفورت ماوس. الحركة الأفقية لعجلة التمرير عاونتني برشا خاصة وقت اللي نستعمل أدوات المكتبية كيما مايكروسوفت إكسل وإلا في أدوبي بريمير برو وقت اللي نعمل تجميع الفيديو أو مونتاج فيديو، كيف كيف خاصة وقت تتحرك في الجدول الزمني وإلا التايم لاين وتعمل تغييرات متاع آخر لحظة تعاونك بالقدام. نفس الشيء وقت اللي تنزل على ستارت منيو وتبدا عندك العديد من التطبيقات لهنا وين تولي عملية البحث أسرع والحصول على التطبيقة اللي حاجتك بها عملية سهلة. المايكروسوفت سكولبت كومفورت ماوس تصلح للي عنده صعوبة وجع من كثرة الاستعمال، تصلح للمبدع أو صانع المحتوى اللي يحب الدقة والوظائف المتعددة للفأرة، تصلح للاعب الفيديو أو الجيمر الهاوي لسرعة الاستجابة والحساسية الممتازة، وللمستعمل العادي اللي يحب يبحر على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وخاصة ما عندوش USB port زايد. كان عجبتك الفيديو هذي داز فاستك وعمل لايك، وما فيها باس كان تعمل سبسكرايب باش نزيد نمرجك بفيديوهات اخرين. ان شاء الله نتقابلوا على قريب.